القدس الآن كل أون ظهر الدهور كلها أمين. يوم الاثنين من البصخة المقدسة المسيح اتعود في هذه الأيام أنه هو يبيت في بيت عنيا ويطلع على الهيكل يعلم ويرجع تاني على بيت عنيا. يوم الاثنين هو رايح الهيكل شاف الشجرة فيها ورق، لكن جي ياخد منها ثمر ما لقاش ثمر فلعن الشجرة. ليه لعنها؟ لأنها شكلها من بره فيها ورق معناها إن فيها ثمر، فراح يلاقي فيها ياخد منها ثمر ما لقاش فلعنها. وكأنه بيتكلم على موضوع الرياء، يعني الواحد من بره شكله حلو لكن من جوه ما عندوش ثمر. دي رسالة المسيح، بيكره الرياء. وقال لهم كده انتوا عاملين زي الفريسيين، عاملين زي القبور اللي بره منظرها مبيضة من الخارج لكن من جوه مملوءة نتانة. فخلي بالك من الرياء، بره زي جوه، وجوه حلو يبقى بره حلو، مش جوه وحش وبره حلو، لا الاثنين حلوين. المسيح عايز كده. لما راح الهيكل لقاهم بيبيعوا ويشتروا في الهيكل، فغار على الهيكل وغار على بيته، وراح مسك صوت ومشاهم كلهم من الهيكل وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ده يوم الاثنين اللي حصل فيه المسيح عمل كده. هاخد معاكم الساعة الأولى من ليلة الثلاث إنجيل معلمنا لوقا البشير. فقال له واحد: يا رب، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا أولا ولا يقدرون. وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فتبدأون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. فيجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبدأون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم من أين أنتم، اذهبوا عني يا جميع فعال الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله؟ وهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. المسيح قال كده، قال لهم ادخلوا، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وإيه هو الباب؟ المسيح نفسه قال كده: أنا هو الباب، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج فيجد مرعى. فالباب هو المسيح. وبعد كده قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. قال لهم ادخلوا من الباب الضيق، والمسيح هو الباب. وقال كده: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. إذن دي وصية من المسيح لنا كلنا، طريق المسيح عشان نوصله للسماء هو باب واحد من خلال المسيح. معلمنا بطرس قال كده: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لما قال لنا ادخلوا من الباب الضيق، هو نفسه عاش المشاعر دي وعاش الباب الضيق. هو كان النموذج الكامل للإنسان، كل شيء. هو قال كده: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. المسيح عاش ودخل في الباب الضيق. يقول كده عن المسيح: ليس له أين يسند رأسه. ده باب ضيق ملوش مكان، ظلم، أما هو تذلل. المسيح اتظلم، لم يفتح فاه، أحصي مع أسمة. ده باب ضيق. لما حبوا يملكوه ويخلوه ملك هرب، هرب. الملك ده باب واسع، لكن هو دخل في الباب الضيق. اتحمل إهانات كتيرة، قالوا عنه: سامري به شيطان، أكل وشريب خمر،
مجدف مضل مختل ناقد الشريعة بعلزابول رئيس الشياطين، كل ده باب ضيق للمسيح. لما يقف قدام يوحنا المعمدان كأحد الخطاة وهو غافر الخطايا، ده باب ضيق للمسيح. هو غافر الخطايا، لكن يقف قدام يوحنا المعمدان كأحد الخطاة اللي بيتعمده، ده باب ضيق. لما يخلي ذاته وياخد شكل عبد في شبه الناس، ده باب ضيق للمسيح، ده هو ملك الملوك ورب الأرباب. لما انحنى وغسل رجلين تلاميذه، ازاي السيد يغسل رجلين العبيد؟ ده باب ضيق. المفروض العبيد هم اللي يغسلوا رجلين السيد، فهو عمل العكس. لما احتمل الصليب عشاننا، ده باب ضيق. المسيح ما عملش حاجة عشان يتصلب ويموت، ده باب ضيق دخل منه. ده يقول كده من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فهو النموذج بتاعنا، وربنا بيحبنا كلنا، وهو اختار لنا الطريق ده، هو اللي اختار لنا الطريق ده، ان احنا نمشي في الباب الضيق، في الطريق الكرب ده. وقال كده: اللي هيمشي ورايا يشيل الصليب، اللي هيمشي ورايا يشيل الصليب، واللي هيشيل الصليب ده يبقى تلميذ ليا، واللي هيمشي ورايا مش هيشيل الصليب لا يستحقني، لا يستحقني. كلمة لا يستحقني دي صعبة. إذن هو رسم لنا الطريق اللي احنا نمشي فيه. محدش بقى يقول بقى هو ايه اللي بيحصل وليه اللي بيحصل. افتكر دايما، قال كده: اجتهدوا، يعني اشتغل بجد انك تخش من الطريق الضيق. وقال كده: في العالم سيكون لكم ضيق. المسيح ما تحكش علينا، لكن ثقوا انا غلبت العالم. وقال كده: يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدم ربنا. هتلاقوا ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. ايه ده يا رب؟ ده ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، لكن يقول لك حزنكم يتحول الى فرح. معلمنا بولس الرسول يقول كده: وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. اذن كل الكتاب بيقول ان طريق المسيح ده طريق بابه ضيق، طريق كرب. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك من يهلك نفسه من أجل يخلصها. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، لكن في أشعياء يقول بقى إيه: ولكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. إذا كان في باب ضيق هنخش منه، بس مش هنخش لوحدنا. ما تخافش، أنت معاك المسيح في الباب الضيق ده. فالمسيح ما قالناش الطريق بتاعك هيبقى مفروش بالورود وفي رحرحة وفي راحة وفي، لا، ما قالش كده. قال في طريق كرب، في ضيقة، باب ضيق، لكن قال كمان: في كل ضيقتهم تضايق، أنا معاك مش هسيبك. فمسيحيتنا هي طريقنا، هي الباب الضيق. اللي هيهرب من الباب الضيق هيهرب من المسيح، مش عارف يوصل للمسيح. مع ان مسيحيتنا هي باب ضيق، لكن في نفس الوقت هي باب فرح، الاثنين مع بعض. حاجه غريبه ان الباب الضيق يوصل للفرح ويوصل للسلام. انت لما تخش من الباب الضيق يبقى انت بتمشي ورا المسيح، ومعلمنا بطرس قال كده: لانكم لهذا دعيتم. دعيتم لإيه؟ أن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. هو تألم وإحنا كمان ماشيين وراه. لو مشيت ورا المسيح يبقى تتشبه بالمسيح. معلمنا بولس الرسول يقول كده، يقول إيه: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. نكون مشابهين صورة المسيح. فما فيش مجد هاخده بدون ألم، استحالة. ما فيش مجد هاخده بدون ألم. في ضيقة
في بعد كده مجد، في راحة، في حياة سهلة، لا ما فيش مجد. خلي بالك، عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات لأجل المسيح. تقدر تبقى تقول زي معلمنا بولس أصر بالضعفات والشدائد والضرورات والاضطهادات، ولا بتتزمر؟ كل باب ضيق تعيش فيه اشكر ربنا عليه، يمكن ده هو اللي يوصلك للمسيح. لو اتمردت عليه خلي بالك انت بتهرب من المسيح وبتهرب من الحياه الابديه. اللي عايز يتقابل مع المسيح مش ممكن يتقابل معاه الا في طريق الصليب، يحمل صليبه. وطريق الصليب باب ضيق، لكن من خلال الباب الضيق ده يجد تعزيات كتيرة جدا جدا. وشوفوا كده، كل القديسين تقريبا كلهم دخلوا الباب الضيق، كل الأبرار دخلوا من طريق الكرب ومن باب الضيق. يعني نشوف واحدة زي الست العذراء، دخلت من الباب الضيق، أبوها وأمها ماتوا وهي صغيرة يتيمة، عاشت في فقر، ودخلت الهيكل وهي سنها صغير. وحتى بعد ما خدت البشارة وابتدت هتولد بقى ملك الملوك، قعدت في مزود بقر. وبعد كده هيرودس وراهم اتغربت في مصر. مش سهلة، طريق صعب، يتنقلوا من مكان لمكان 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 3 سنين و6 شهور، طريق كرد. ليه الألام دي كلها؟ ده أنت والدة الإله، ده أنت أم ربنا يسوع المسيح. ليه يا رب تسمح كده؟ ما هو كمان مشي في الطريق الضيق، اتحملت آلام كتيرة جدا. مين فينا يقدر يشوف ابنه مظلوم؟ مين فينا يقدر يشوف ابنه مصلوب؟ استحالة، صعبة، صعبة جدا، آلام رهيبة، حاجة تزعل. لكن زي ما سمعنا الشيخ قال لها: أنت أيضا يجوز في نفسك إيه؟ سيف. الست العذراء دخلت من باب الضيق. موسى النبي يقول كده: لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، فضل أن يزل مع شعب الله عن يكون له تمتع وقتي بالخطية. ده أنت عايش في القصر، ده أنت عايش في الملوكية، ده أنت ابن فرعون، الابن المدلل، كل حاجة في إيديك وتحت إيديك، جاه وسلطة وفلوس وأي حاجة أنت عايزها. يقول لك: لا، أسيب كل ده، أسيب كل ده. ويقول الكتاب عنه إيه؟ حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر. دخل من الباب الضيق، تسيب الباب الواسع ده وتخش من الباب الضيق ده؟ ده دخل في باب بقى تمرد شعب، لما بقى قائد لشعب إسرائيل، شوفوا التمرد اللي حصل عليه، شوف شال، اتحمل معهم قد إيه. اختار كده باب ضيق، كل دول تعبوا في حياتهم، عشان كده ليهم مجد فوق. واحد زي يوسف الصديق اتحمل ظلم اخواته، باعوه عشان يخلصوا منه، اتحمل ظلم امرأة فوطيفار ودخل من باب الضيق ورفض الخطية، قال: لا، مش ممكن، كيف أخطئ أمام الله، أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ قال: مش مهم يا ابني، ده أنت قاعد في البيت مية مية. يوسف الصديق قاعد في بيت امرأة فوطيفار رئيس الخدم هناك، يعني لو سبت نفسك شوية للباب الواسع ده هتتنغنغ. لك: لا، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ لا، انا هخش من باب الضيق، ايه اخرتها؟ يعني هتسجن؟ يسجنوني.
اسجني مش مهم. ودخل السجن واتظلم واتحمل، كان ممكن يخش من باب الواسع ويبقى زي الفل، لكن هرب من الباب الواسع ودخل الباب الضيق عشان يحافظ على عفته ويحافظ على طهارته. ولما دخل الباب الضيق كترت التعزيات. شوف في الاخر بقى ايه، يوسف الصديق بقى نمرة اتنين في مصر، نمرة اتنين في مصر. فما تتضايقش انك تخش من باب الضيق، المسيح عايزك كده، بس في الباب الضيق هتلاقي تعزيات، عمر ربنا هيسيبك. في الباب الضيق لازم تسيب حاجة انت بتحبها، لازم تسيب عشان تخش من باب الضيق، لازم تسيب. شوفوا في قصة إبراهيم ربنا قال له ايه، اترك اهلك وعشيرتك وارضك. صعبة، صعبة جدا تسيب اهلك وعشيرتك وارضك، كلام صعب. اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك. طبعا ابراهيم ساب كل ده، مشي ورا ربنا. حتى لما حصل خناقة بين رعاة لوط ورعاة ابراهيم والاتنين بقوش يتحملوا بعض، فقال كل واحد يروح في حاله، انت تختار الارض اللي انت تقعد فيها وانا لو رحت شمال انا اروح جنوب. فلوط اختار الارض اللي هي يقولوا عليها في الكتاب كجنة مصر، سدوم معمورة كجنة مصر، يقول كده. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة في الأردن أن جميعها كجنة الرب كأرض مصر. اختار الأرض دي له مع أنه هو الصغير، لكن إبراهيم سابه هو يختار. أنا أسيب، أنا الكبير أسيبك تختار زي ما أنت عايز. وبعد ما اختار لوط وكانت اختياره زي ما احنا عارفين سدوم معمورة كانت إيه، ربنا قال لإبراهيم إيه، ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. كل ما تسيب كل ما تلاقي بركة، كل ما تسيب حاجة عشان خاطر ربنا، ربنا يعوضك عنها أضعاف أضعاف. وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. جه قال له تقدر تسيب حبيبك ابنك عشاني؟ قال له آه طبعا. فبكر إبراهيم باكرا، حاجات صعبة جدا، زي يعني ابنك ده اللي انت خدت من ربنا الوعد ان ده اللي هيكون الوارث، ازاي تسيبه؟ لا اسيبه، سابه. لكن بركات كتير اخذها ابراهيم واخذها اسحاق عشان ساب عشان خاطر ربنا. جميل قوي الانسان اللي يقدر يسيب. وخلي بالكم ابراهيم لما ساب للوط ساب عشان المحبه، ساب عشان يبقى في سلام ما بينه وما بينه. لكن زي ما احنا بنشوف في الواقع عندنا ايه، كل واحد أناني، كل واحد بيدور على نفسه، ذاته هو أهم حاجة. حتى الإخوات مع بعض يبقى كل واحد بصص للتاني، المفروض كل واحد يقول له لا أنت تاخد الكتير أنا مش محتاج، التاني يقول له لا أنت اللي تاخد. لكن للأسف بنشوف عكس كده، كل واحد عايز يكوش، كل واحد طماع، مفيش حد عايز يسيب عشان يبقى فيه محبة وفيه سلام، مفيش. فممكن يبقى الترك من بره شكله خسارة لكن وراه مكسب. الوصية ممكن تبقى شكلها خسارة من بره، لازم وصية ربنا يقول لك احبوا اعدائكم، ايه ده، لكن وراها مكسب كبير. بتنفذ وصية ربنا وراها نعمة وبركة. فالواحد لازم يسيب، أهم حاجة تسيب الخطية عشان خاطر المسيح، دي أهم حاجة. تقدر تسيب الخطية المحبوبة عندك؟
عشان خاطر المسيح تقدر تسيب كل الرغبات اللي انت بتحبها اللي بعدك عن المسيح، تقدر تقول له يا رب انا معك لا اريد شيئا على الارض. شوفوا التلاميذ قالوا له كده، ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. طب هتعيشوا ازاي؟ هتاكلوا ازاي؟ هتكرزوا ازاي؟ مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. لما مشوا ورا المسيح كلهم ما مشوش في طريق سهل، ده كلهم استشهدوا، كلهم تعبوا واتسجنوا واتجلدوا واتضربوا واتهانوا من اجل اسم المسيح، لكن فوق في السماء ليهم مجد. مشوا في الباب الضيق، كلهم تعبوا ما عدا يوحنا الرسول، ما استشهدش لكن اتنفى واتجلد واتسجن. ويقول لهم كده في سفر الرؤيا، انا يوحنا اخوكم شريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كل القديسين دول دخلوا من الباب الضيق، يبقى احنا ليه نرفضه واحنا عارفين النتيجه بتاعته في الاخر ايه؟ ليه نرفض الباب الضيق؟ لو رفضت الباب الضيق انت بترفض تمشي ورا المسيح وبترفض انك توصل للمسيح. شوفوا لما ربنا اختار بولس الرسول اتكلم مع حنانيا قال له ايه؟ حنانيا استغرب انه يعني ربنا يختار واحد زي شاول ده مضطهد للكنيسه. فقال له لاني ساريه كي كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. طب انت بتختار حد يا رب عشان تبسطه وتفرحه يتالم؟ اه، وهو فهم الرساله، هو فهم الرساله. بولس الرسول قال كده في اتعاب اكتر، في ضربات اكتر، في السجون اكتر، في الميتات اكتر، في تعب، في كد، في اسهار، في جوع، في عطش، في اصوام. مشي في الطريق الضيق عشان كده وصل. معلمنا بولس الرسول كل الشهداء وكل المعترفين وكل القديسين مشوا في الطريق الضيق، فكانت مكافئتهم الحياة الأبدية. وعلى قد ما تتعب وتمشي في الطريق الضيق على قد ما ربنا يهديك. هترتاح، هتتعب فوق، هتتعب هنا هترتاح فوق. هو كده يقول كده، إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر مجدا أبديا. بولس الرسول يقول افرح في الامي لاجلكم. ايه ده؟ هو فاهم القصه، فاهم ان السماء دي عايزه تعب. معلمنا ايوب يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. ايه ده؟ ما هو مفيش نجاح بدون تعب، مفيش مجد بدون الم، مفيش قيامه بدون صليب. لا تتوقعوا غير كده. اللي عايز المسيح لازم يتعب، اللي عايز المسيح لازم يشيل الصليب، اللي عايز المسيح لازم يبقى فرحان بالضيقه اللي هو فيها، مش متذمر عليها، مش هيعرف يوصل. لان المسيح عارف طبيعتنا وعارف ان الباب الضيق ده يناسبنا احنا عشان نخش السماء، عشان كده اختاره لنا. لكن لو يناسبنا الباب الواسع كان المسيح اختاره لنا، لكن ما يناسبناش. تخيلوا كده الواحد لما يكون مرتاح ياكل ويشرب وينام، تعالى صوم، يقول لك مش قادر. الصوم بالنسبة له باب ضيق مش عايز يخش فيه، هو عايز ياكل زي ما هو عايز. واللي بياكل زي ما هو عايز ده ايه؟ جسمه ساير عليه على طول، تعبان. مش قادر يقف يصلي، يقول لك اصلي ليه؟ تعبان. طب ده انت بتتكلم في التليفون ساعتين ثلاثة، مش قادر تتكلم مع ربنا خمس دقايق؟ مش قادر. الباب الواسع أخده. فالمسيح اختار لنا الباب الضيق. هل أنا بإرادتي أختار زي ما المسيح اختار لي ولا أرفضه؟ فأنت تختار الطريق الضيق بإرادتك، وتأكد إن لما تختار الطريق ده وتمشي في الطريق ده المسيح معاك. وجودك مع المسيح من خلال الضيق ده يؤهلك للسماء. بولس الرسول بيكلم أهل تسالونيك يقول له إيه؟ حين حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم
في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله. نتيجة تؤهلون لملكوت الله، صابرين في جميع اضطهاداتكم، ماشيين في الباب الضيق. وجودك مع المسيح من خلال الباب الضيق يخليك تلبس الثياب البيضاء زي ما سفر الرؤيا بيقول. الناس اللي شافهم يوحنا في سفر الرؤيا كتير، وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفين أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيضاء وفي أيديهم سعف النخل. واحد من الشيوخ بيقول له ده هؤلاء المتسربلين بالثياب البيضاء منهم ومن أين أتوا؟ فقال له يا سيد أنت تعلم أن هؤلاء هم الذين أتوا من الضيق العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. عايز تلبس الثياب البيضاء؟ تفرح بالضيقة اللي بعتها لك المسيح، تزمرش عليه، يمكن الضيقة دي هي تكون السبب أنك تدخلك السماء. في ناس كتيرة ما بتعرفش تشوف ربنا إلا في الضيقة، فساعات كتير ربنا يسمح لهم بضيقة كبيرة عشان يقول لهم بصوا عليا، بصوا عليا. مش شرط الضيقة تكون من برة، في ناس الضيقة هم اللي عملوها لنفسهم. ازاي يعني؟ مش فاهم. هم ضيقوا على نفسهم. يعني في تاريخ الكنيسة كده تشوفوا القديسان ماكسيموس ودوماديوس، دول ولاد الملك. طب عايزين ايه؟ ده انتوا عايشين في النعيم كله، ده انت هتبقى وارث الملك. واحد زي القديس ماكسيموس رشحوه انه يبقى بطريرك القسطنطينية. طب ايه عايزين ايه اكتر من كده؟ عايز لك لا احنا مش عايزين كده. هربوا ودخلوا من الباب الضيق، ودخلوا باب النسك، قاعدين في القصر ياكلوا ويشربوا ويتنعموا. قال لك لا مش هنوصل كده. طب هتعمل ايه؟ اصوم واصلي واروح الصحراء واتعلموا على ايد ابو مقار دي اسمها كاريوس. هربوا من مجد العالم ودخلوا من الطريق الضيق. في واحد من بره يقول له انت معقول تسيب القصر وتروح تعيش في الصحراء؟ هو ضيقها على نفسه. قال لا انا عايز اخش من باب الضيق، مش عايز اخش من باب الواسع. القديس العظيم الانبا انطونيوس معاه 300 فدان، عايز ايه اكتر من كده؟ 300 فدان. قال لك باع كله. انت رايح فين؟ قال لك رايح الصحراء عايش مع ربنا، خش من باب الضيق. شوفوا لغاية دلوقتي نقعد نقول القديس العظيم الانبا انطونيوس هو اللي اختار، مع انه كان في ايده انه يعيش حلو مرتاح، لكن هو ضيقها على نفسه. ضيقها على نفسك. تعرف تضيق على نفسك؟ ولا انت ما تحبش تضيق على نفسك؟ يقول لك لا انا عايز ارتاح. خلي بالك الراحة مش هتديك حاجة. طيب راح تعمل ايه انبا انطونيوس؟ نسك وصلاة وعبادة وصوم ووطنيات وحروب شياطين، كل ده انت كنت مرتاح. لك لا انا اللي كده مرتاح فوق. فدول اختاروا بإرادتهم الباب الضيق بالرغم ان هم ما كانش عندهم ضيقات بر. انبا بول اولس واحد لما لقى اخوه طمعا في فلوسه وشاف جنازه قال ده مات هو، واحد غني مات هو، راح فين؟ الله اعلم. قال لك لا خد يا عم الفلوس، ودخل من الباب الضيق. 70-80 سنه لم يرى وجه انسان. ايه ده ليه يعني؟ هو اختار نفسه كده، باب ضيق دخل منه. فالواحد في الباب الضيق ده ما يديش لنفسه كل حاجة نفسه تطلبها منه، لازم يضغط على نفسه. ما يديش لشهواته كل حاجة هي عايزاها، لا لازم يقف قدامها. التوبة باب ضيق، لازم تتوب.
والتوبة مش سهلة، تقعد تحاربك الأفكار القديمة والشيطان يقعد يحاربك ويرجعك تاني ويوقعك كتير، لكن هتقدر تقوم ولا لا؟ ما دي صعوبات. في واحد يصر هتوب، يعني هتوب هخش من الباب الضيق، مش مهم الحروب، مش هسيب المسيح. طب ده يقعد يفكرك بالخطية المحبوبة، طب يقول لك انت تعبان تصلي ليه النهاردة، بكرة وبقف صلي، يقعد ينيمك ينيمك لغاية ما تسيب الصلاة خالص. واحد تاني يقول له لا هقف اصلي حتى لو انا تعبان، حتى لو انا تعبان. فالتوبة جميلة بس صعبة وسهلة في نفس الوقت لما تكون المسيح فيها. صعبة لو انت ماشي لوحدك، المسيح قالك بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، هتتوب مع المسيح، لوحدك مش هتعرف تتوب. مش ممكن زي واحد زي القديس العظيم أنبا موسى ده اللي كان عاش طول عمره في خطايا صعبة، قتل وزنى وسرق، يعني ضميره من جوه كان ميت. ازاي من اقصى اليمين لاقصى، من الشمال لاقصى اليمين لاقصى اليسار، ازاي ده؟ صعوبات كتيرة جدا قابلها أنبا موسى في توبته، لكن هو أصر، أصر ياما الشيطان حربه عشان يرجعه تاني، لكن مع المسيح قدر. إذا مشيت مع المسيح هو هيشيل معك، لأنه هو مصدر راحتك. وجود المسيح في طريق بتاعك الكرب ده مش هتحس إنه كرب، مش هتحس إنه كرب أبدا، لأن معونة ربنا هي اللي هتسندك. فعشان كده لما تتوب افرح، ولما تتحارب أكتر امسك في المسيح أكتر، هو هيسندك. جهادك ده باب ضيق، لازم تتعب. لما تصوم ده تعب، لما تصلي تعب، بس ده جهاد. بس تلاقي المسيح بيعزيك في صومك، بيعزيك في صلواتك. يعني مثلا تلاقي فيه إنسان يجي يقول لك أبونا أنا حسيت بفرق الصوم. إزاي؟ أنا ما كنتش بصوم وكنت بتحارب بخطايا كتير، لما صمت حسيت ان جسمي بقى خفيف، بقيتش اتحارب كتير، فحبيت الصوم مع انه تعب وشقى وما باكلش. وفي واحد تاني مال ياكل لكن ماشي بعيد، ماشي بعيد. فالتوبة باب ضيق لكن فيها المسيح. لما تسامح وتغفر للناس اللي بيسؤولك ده باب ضيق تخش منه. بطرس الرسول قال له يعني نسامح كم مرة؟ 7 مرات؟ المسيح قال له لا 70 7 مرات. ازاي تغفر للي بيسألك؟ صعبة. لا انا مش مسامحك ابدا. في ناس يقول لك انا مش مسامحك ابدا، طب انا هعتذر لك، يقول لك لا مش قابل اعتذارك، مش قابل اعتذارك. طب انت كده ماشي في الباب الواسع، مش ماشي ورا المسيح. خلي بالك يعني ما تفرحش بنفسك قوي، يعني خلي بالك انت ماشي في الباب الواسع مش ماشي في الباب الضيق. انت حاسس بذاتك وكرامتك ومنظرك وسمعتك. طب المسيح لما يقول لك ده واحد جاء اعتذر لك، طب لما يجي يقول لك احبوا اعدائكم هتقول له ايه؟ هتقول له ايه بقى؟ واحد جاء اعتذر لك يقول لك لا مش مسامحك. فلما تسامح اللي بيسألك ده باب ضيق تخش فيه وتلاقي فيه نعمة وتاخد بركة من المسيح. اللي يفضل غيره على نفسه ده باب ضيق. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، أقدم أخويا هو اللي يستاهل مش أنا. اللي يحط نفسه تحت الكل ويخدم الكل ده جميل، اللي يضحي من أجل الكل ده جميل، اللي يحتمل من أجل الكل ده جميل. تخيلوا مثلا أغلب الخناقات والمشاكل إيه؟ لا الراجل عايز يستحمل الست ولا الست عايز يستحمل الراجل، مش محتملين بعض خالص. يلا على المجلس الإكليريكي، يلا افتح ملف. طب فين الباب الضيق؟ فين الاحتمال؟ فين الاحتمال؟ بتحتملي، ما أنت اللي اخترتي وأنت اللي اخترت، ذنب ربنا إيه؟ ما أنتوا الاتنين هتخسروا. استحمل وامشي في الباب الضيق، استحملي وامشي في الباب الضيق احسن.
فالباب الضيق هو اللي هيوصلنا للمسيح، اللي هيبعد عن الباب الضيق ويقول لا انا مش عايزه، مش عايز المسيح. اللي هيشيل الصليب مع المسيح ده اللي بيخش من الباب الضيق. بولس الرسول يقول كده: ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. فاللي بيجاهد ده يجاهد عشان يضبط نفسه في كل شيء، عايز يخضع الجسد بتاعه مش لرغباته. دانيال النبي كده كان حاجة جميلة، دخل من باب الضيق، يقول كده: وضع في نفسه ألا يتنجس بأطايب الملك، وفضل أن يأكل قطاني. حصوم حصوم يعني، تلت فتية اللي انتوا عايزين تعملوه تعملوه، عايزين تحطونا في أتون النار حطونا، لكن مش هنسيب ربنا أبدا. فالخلاصة كلها هي المسيح بتاعنا بيقول لنا هتمشي ورايا ورا في الباب الضيق ده والطريق الكرب ده، هتتعزى، هتلاقيني معاك، مش هتحس بحاجة، لأنه باب يؤدي إلى الفرح. مسيحيتنا فيها ألم لكن فيها مجد. لما تدخل من الصليب تلاقي القيامة. اوعى تزعل او اوعى تتذمر لما تلاقي باب ضيق في حياتك. المسيح سمح لك بالباب الضيق ده عشان يدخلك السماء، اوعى ترفضه، دي فرصتك، دي فرصتك. لما ربنا يبعت لك اي تجربه صعبه قول له: يا رب اشكرك عليها، يمكن هي دي اللي تدخلني السماء. عشان كده المسيح بياكد علينا كلنا: اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. لالهنا كل مجد وكرامنا الان كله ودهر الدور كله، امين. بخريستوس بيه.